12 ببعقلين وبجزين، صيدا وصول 19 درجة، ببين 11، ننتقل لصاغبين 10 درجات، ومثل ما عم تشوفوا الجو صافي الى غائم جزئيا 8 10، والختام بيكون بمنطقة القاع مع 14 درجة. بتسجل اقصاءات 20 درجة، بيتابع على هذا الحال لنهار الاثنين، ولكن ابتداء من الاثنين المساء بيتقلب الطقس وبيصير ممطر مثل ما عم تشوفوا، ثالثة واربعة بتسجل اقصاء الحرارة 19 درجة. بتمنى لكم بقية نهار حلو رغم العجقة على الطرقات، وانا بلاقيكم بنشاط لاحقة لتفاصيل اكثر عن طقس ايام العيد. شكرا ميشيل، نشرتنا انتهت، جميعا.